معانا أميرة. أميرة سامعاني؟ ايوه سامع حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه اسال حضرتك على سؤالين للشيخ. يعني اتفضلي يا فندم. انا كان بيحصل بيني وبين حماتي مشاكل كتير جدا، فجاء حصل ان حماتي حصل موقف ومشيت بيت اهلي، والمهم رجعت، فهي عايرتني ان انا سبتهم وجيت عشان خاطر جوزي وعيالي، لان انا مفيش امكانيات ان انا اعيش واصرف على عيالي. فهي مسكتني ضربتني وبهدلتني. فالمهم هي ضربتني بالمصحف في دماغي، خبطتني بالمصحف في الله دماغي العظيم. وضربتني وبهدلتني. فبس بعد خبطتها بالمصحف في دماغي دي، وبقت تدعي عليا دعا وحش جدا. بعدها ب3 أشهر بالظبط هي عيت وجت قعدت عندي، حتى كل حاجة هي كانت بتدعيها وبتتمناها ليا جت فيها هي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجت قعدت عندي 1.5 شهر. هات اخواتك، انا اللي شلتها وفضلت معايا، حتى هي بقت تدعي لي برضه. يعني هي في الاخر بقت تدعي لي وهي قاعده عندي في الشقه، انا اللي كنت شايلها، بقت تقول لي مش عايزه حد يعمل حاجه ليك الا انا. فهي ماتت. الله يرحمها. ولادها بيقولوا ان انا سبب موتتها. انت سبب موتتها ازاي؟ انا السبب انها زعلت وماتت. بس والله انا كنت بتمناها هي وكلهم يرضوا عني، بس يعملوا معامله كويسه. هي زعلت من ايه؟ مش عارفه زعلت من ايه، ما هي انا مش عارفه. وكان كل لو كانت مره، زعلانه منك ما كانتش جت قعدت عندك. هي كان كل مره بتعمل المشكله، وكان جوزي بيجي عليا، وكان بيجي عليا جدا جدا جدا، ويعاملني وحش جدا 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 لدرجه محدش يتخيلها. يعني حتى هي بقت تقول لي انت جايه هنا خدامه، لا حول ولا قوة إلا ده بالله. بقت تعايرني بظروف مين؟ اهلي، بقت تعايرني حماتها بحاجات كانت كتير بتقول لها جدا. كده؟ أيوه، بس الكلام ده قبل ما تموت صح؟ قبل ما تموت وهي كانت كويسه، وبعد كده بقى رضت عنك، يعني الكلام هي ده ما قبل رضتش الرضا. عني وحست بانتجار وهي عيانه. خلاص، يعني نحن لا نتذكر إلا الخير. انا جوزك عموما بقى انا مش قادره اسامح. انا نفسي اعرف هي ضربتها في المصحف دي هي سبب موتها، ولا انا سبب موتتها، ولا انا هيحصل لي حاجه. انا عموما يعني في حاجات كتير بتيجي في دماغي. حاضر جوز حاضر. جوزك يعني في جوزي كان بيظلمني عشانها، لا ويقول دلوقتي لي بقى، يعني دلوقتي بعد ما ماتت وانت كنت كويسة معاها قبل ما تموت. في الفترة اللي هي كانت عايشة معايا فيها، قعدت معايا 1.5 شهر فيها، كان بيعاملني كويس. بعد ما ماتت الكل عاملني وحش تاني. حتى هو هو بيعاملني وحش جدا لا حول ولا قوة إلا جدا. بالله. وانا يعني الظروف عموما انا ما ينفعش اتطلق، انا معايا 3 اولاد، امي ساكنه، طب ظروفنا سيئه جدا. هو انا بيعاملك وحش ليه؟ ايه مش الأسباب يعني؟ عارف، يعني هو حصل مشكله. يعني انت مهمله، كل ما يكلمني انت مهمله، بيقعد يتكلم، التليفون ده مش بيسيبه، يقف قدامي في مكان قدامي يتكلم لما الساعه 12 بالليل. لو جيت اساله انت بتكلم مين، انت شكاكه، وانت برغم ان انا متاكده. مش فاهمة، دي مشكلة تانية غير مشكلة دي مشكله مامته، تانية ان دي انت اللي بيني مثلا هل وبينهم. انت شاكة فيه ان هو بيكلم واحدة؟ لا يعني هو بيتكلم، انا مش شاكه، انا هو متاكده بيكلم واحدة هو بيتكلم وحايد. ومش هو عايزك ان انت تقولي له انت بتعمل ايه؟ مش عايزني اقول له انت بتعمل ايه. هتقولي له يفش سيبيه انا بتعب، يعني انا واقفه كده بص كده وشايفه جوزي قاعد في مكان يتكلم لما الساعه 12 بالليل. طب وتفتكري انت لو ما قلتيلوش انت بتكلم مين يعني، هو بيقيم الليل الساعه 12 وكبرتي بالليل دماغك من الموضوع ده، هيبقى كويس معاكي انا ولا هي بتعب. المشكله مشكله مامته بقى واخواته انا وقلبينه؟ بصي هو بيعاملني بتعالي، بتعالي؟ انا مش عارف. بص انا مش روحي فيه، انا لو قال لي هاتي عينك دي كده انا هديها له. لا حول ولا قوه انا الا من بالله. المحافظه هو وهو من يمكن المحافظه. حاسس، هو يمكن الاحساس اللي انت موصله له ان انت دايما اللي محتاجاه عشان تفضلي عايشه في البيت، فالاحساس ده هو اللي مخليه بيتعالى عليكي او مش عارفه، يعني هو بيتحكم مسكني يعني. الاسبوع اللي فات، وحتى لو هي لو وصلت قلت الاحساس ده ما لحضرتك ان ينفعش. هو ضربني كان باقي بين ان هو يطلع لا شعري حول من ولا منبته، قوه مش الا بالله. هتصدقين. يعمل ايه؟ كان ضربني ضرب بوحشيه، ضرب جامد، وفي نفس الوقت انا بروح وبحاول اصالحه. يعني انا بروح وبحاول اصالحه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبحاول يعني اذل نفسي ليه كده ان هو يصالحني. لا انا يعني يعني إيه تذل نفسك مش ليه عارف، يعني؟ مش فاهم يعني إيه اللفظ ده. انا عايزه اعيش معاه بما يرضي الله، أنا يعاملني فاهمك، معامله أنا فاهمك، كويسه بس حسنه، بلاش يعني يعاملني كويس. انا بزعل لما بلاقيه بيضحك في وشي هو أنت العيله كلها تقريبا الا انا. الطريقة اللي أنت بتتعاملي بيها دي هي اللي عاملة المشكلة. الطريقة بتاعتك يعني دي ان انا غلط. بعامل جوزي على ان هو احسن راجل في الدنيا دي غلطه؟ لا لا مش غلط، لا مش غلط، بس لا انا الغلط ان هي العتاب تتعامل اللي انت ما بظلم ينفعش كده. اللي انت تقولي انا يعني انا بذل هقول نفسي. لحضرتك انا ممكن اخليه قاعد كده واوطي على رجله ابوسها، ومش شايفه ان ده ذل، انا شايفه ان هو لا راجل لا مش شاكر. ذل، لا لا ده مش ذل، بس ما ينفعش انت تقولي انا بذل نفسي، اللفظ نفسه. ماشي يا حبيبه قلبي، انت ربنا يعني يقويكي كده معززه ان شاء الله، مكرمه والشيخ يعني. احمد هيجاوب عليكي. يعني انا مساله يعني احنا عندنا اشكاليه كبيره في القضيه دي. اول حاجه يعني احنا عندنا عده نقاط كده خلينا نتكلم فيها. اول حاجه قضيه الحما، ربنا يعني
يرحمها رحمة واسعة، الله يرحمها، ونسأل الله عز وجل يعني أن يكون يعني قد غفر لها إذا كانت يعني ظلمتك، ونسأل الله عز وجل أن يتوب عليك أنت أيضا. يعني الحاجة اللي احنا بس اللي احنا متهيجين اللي احنا نتكلم فيها اللي هو أنا مش قادرة أسامحها. طيب احنا خلينا ننسى الظلم ونفتكر بس الخير، لأن ده وسوسة شيطان، وربنا تبارك وتعالى بيقول كده والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلو انت عاوزة توصلي للدرجة دي فلابد اللي انت تنسي. يعني ايه انسى؟ ما تفكريش بقى ده هي، لان الشيطان هيبدا يوسوس ليكي في الكلام ده ان هو عملت فيا وعملت وعملت وانا مش هقدر اسامح. هي كمان من اول سؤال كانت سالته ان هل هي ان الست عيت وماتت عشان ربطها بالمصحف؟ ما انا ده هاجي لها اهو بقى. قضيه ان هي ترمي بالمصحف لا شك ان ده يعني حاجه ده خطا، لكن قد تكون المراه جاهله، قد تكون من حاجه كده لقيتها جنبيها مش عارفه ان ده مصحف ولا حاجه، قد تكون انا مش هدخل في النوايا دي كلها، لا شك ان ده غلط، بس ده امرها يعني هي يعني كل ده الى الله عز وجل، يعني هي في الاخر الى الله تبارك وتعالى. الحاجه الثانيه ان زوجك بقى، ودي قضايا احنا هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل، وقضيه الضرب دي انا محتاج ان انا اتكلم فيها بالتفصيل، لان ما ينفعش اصلا القضيه اللي انا ابدا اضرب بالطريقه دي اصلا، واللي انا اللي هي بتقول انا بذل نفسي وبيضربني وبيمسكني من شعري وكده، كل ذلك مرفوض تماما جملة وتفصيلا في شريعة الله تبارك وتعالى. يبقى ده لازم نعرفه كويس جدا يعني.